حرب في ظاهرها بين دولتين، وفي باطنها ما أكبر من هذا بكثير، هو الشكل الذي ربما علينا أن نعتاده للحروب العالمية المقبلة. وعندما ستذوب ثلوج شتاء 2022 على الأراضي الأوكرانية، سينبعث من تحت مرج رماد الحرب تاريخ جديد لهذا العالم. بعد نزال مسلح دموي سيرسم ملامح النظام العالمي الجديد، لأنه ما عاد سرا أن بوتين يسعى إلى الإطاحة بالنظام العالمي القديم، فأراد الحرب في أوكرانيا لتكون مجرد ضربة البداية، رغم أن فيها كل ما يرعب بالحروب من التحام الجيوش ودبابات وطائرات وصواريخ ومدفعية، وحتى ربما أسلحة نووية تكتيكية بمدى محدود. إلا أن الجيشان المتحاربان على الورق روسيا وأوكرانيا، وعلى الأرض وفي الجوهر هي حرب كونية بين روسيا وأمريكا، مع امتدادات روسيا صينيا، ونحو معسكر ديكتاتورات الشرق الأقصى ككوريا الشمالية. ثم تشعبات أمريكا بريطانيا أوروبيا فليست أقل شأنا مما يقدمه لبعضهم الحلفاء بالحروب. اليوم كل الحديث عن دمار وخراب وقتلى وجوع وتشرد ونزوح ولجوء، وخلاف على توصيفات جرائم حرب تراها فرنسا أوروبا، وإبادة جماعية اقتنعت بها واشنطن. لكن إذا ما حطت الحرب أوزارها، قد تكون النهايات ليست كنهاية أي حرب أخرى، وربما من سيعلن النصر أخيرا جميع المتحاربين، فيقول هذا انتصرنا وهذه أهدافنا تحققت، ويقول ذاك انتصرنا، أما شهدتم صمودنا؟ وفي النهاية تبقى حقيقة واحدة، أن العالم الذي سيخرج من تحت رماد حرب أوكرانيا وروسيا لن يكون أبدا كالعالم الذي عشناه قبل هذه الحرب، بل عالم بنظام لا يمنح أمريكا وأوروبا سوى ثلث عجلة القيادة التي تتحكم في مصير الكوكب، مع الاعتراف بقوة روسيا العسكرية والسياسية وبالصعود الصيني الاقتصادي والعسكري، مع قطيعة بين دول المعسكرات المتناحرة. الحرب الكونية بحلة جديدة. لم تنخرط جيوش أمريكا وأوروبا في الحرب إلى جانب أوكرانيا، لكنها كانت حاضرة عسكرية وبقوة عبر تسليح كبير، مكنت كييف من المقاومة وأفشلت خطط بوتين الذي اعتقد أن النصر إنما حرب أيام. فامتدت الأيام لأسابيع وربما الأسابيع لشهور، حتى العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأوروبية ضد روسيا أوصلت موسكو إلى مكان أكد فيه بوتين أن العقوبات إعلان حرب. التدفقات إلى أوروبا لم تقتصر على الأسلحة، بل جاءها آلاف المتطوعين من دول أوروبا وأمريكا الحليفة، في ظل تقارير عن مشاركة قوات خاصة أمريكية وبريطانية بشكل مباشر بالحرب، كما أن الحملة الإعلامية والسياسية على روسيا وبوتين شخصيا تذكر بما لا يدع مجالا للشك بأن بوتين في نظر أوروبا وأمريكا اليوم ما هو إلا المكافئ لأدولف هتلر الزعيم النازي في الحرب العالمية الثانية. وفي المقلب الآخر يمكن التأكيد ببساطة أن الصين لم تقدم أي دعم عسكري لروسيا في حربها على أوكرانيا، كما قد يقول قائل إن الدعم السياسي أيضا لم يكن على قدر التوقعات، لكن الحقائق تشير إلى أن الصين لم تتخلى للحظة عن الحليف الروسي عبر دعم مالي واقتصادي، مع رفض الإدانة كما تطلبها أمريكا التي وصلت لحد تهديد الصين ما لم تتخذ موقفا معاديا صريحا لروسيا. حتى كوريا الشمالية لم تتورع عن تهديد أمريكا برشقات صواريخ نووية دعما للحليف الروسي. وفي الشرق المتوسط وبلاد العرب، رغم أن الدول الفاعلة فضلت مسك العصا من المنتصف، إلا أن خروج من كان يتهم بالتبعية لأمريكا كالإمارات والسعودية من فلك واشنطن وإدارة مصر لموقفها بما يتناسب مع حاجاتها القومية، خاصة بمجال استيراد الطاقة والحبوب، وتغليب هذه الدول مصالحها الوطنية على أجندات أمريكا باستثناء قطر،
التي ما زالت تعتقد أنها ربما تعوض أمريكا وأوروبا عن إمدادات الطاقة الروسية. كل هذا جعل من شكل التحالفات أكثر تعقيدا من ذي قبل، ما يعني أن خاتمة هذه الحرب إن عانت انتهاء الأعمال العسكرية بعد تحقق الأهداف الروسية الأساسية المتمثلة بحياد أوكرانيا وعدم انضمامها للناتو أو تسلحها بما يهدد الأمن القومي الروسي، وبالتفاهم داخليا على أحياء اتفاق مينسك أو مينسك 2. لكن تكهنات مراكز التحليل الاستراتيجي لما بعد الحرب تتحدث عن امتدادات تشبه امتدادات أي حرب عالمية تكرس شكلا جديدا للعالم بعلاقات وتحالفات مختلفة ونظام دولي لم نعهده من قبل. إذا كتبت روسيا التاريخ، حال سمح التاريخ لروسيا بأن تكون كاتبة تاريخ الانتصار بعد الحرب، فإن الأمور ستسير بلا شك بسيد الكريملين نحو المشاركة في حكم العالم، لأن الأزمة الأوكرانية تجسد من وجهة نظر بوتين سعيا لإعادة رسم خريطة عالم ما بعد الحرب الباردة واستعادة نفوذ موسكو على نصف أوروبا، ما يعني أن عقيدة وفكر بوتين باقيان ربما حتى بعد رحيله، ما سيلقي بظلاله على العالم لفترة طويلة، خاصة إذا ما نجحت استراتيجية بوتين على المدى البعيد لفك ارتباط دول البلطيق بحلف شمال الأطلسي من خلال إثبات أن الحلف عاجز عن تقديم الحماية لها. ومع وجود بولندا والمجر وخمسة أعضاء آخرين في الناتو يتشاركون الحدود مع روسيا الجديدة الموسعة، فإن قدرة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على الدفاع عن الجناح الشرقي للحلف سوف تتضاءل بشكل كبير، كما سيعمل بوتين لتكريس دعمه لليمين المتطرف داخل دول أوروبا وتوسيع الشقاق داخل المجتمعات الغربية بين ذوي التوجه الأوروبي والأمريكي والجماعات المشككة في الاتحاد الأوروبي والمناهضة لهيمنة أمريكا في القارة الأوروبية. ومع إضعاف التحالف الأطلسي سيبدو الطريق ممهدا لبوتين نحو هدفه النهائي للإطاحة بالنظام الدولي الذي تلا الحرب الباردة وتكريس روسيا كقوة عظمى مجددا في عالم ثلاثي الأقطاب. أمريكا في أوروبا، بعد عقود على نظام دولي قائم على أن واشنطن شرطي الكوكب، مع الاكتفاء بحفظ مصالحها في أوروبا من خلال شركائها هناك، فإن الحرب الروسية الأوكرانية اليوم ستنتج علاقة جديدة بين أمريكا وأوروبا، بحيث تصبح القارة العجوز مركز التحرك الأمريكي، إذ إنه مع هيمنة روسيا على أوكرانيا سيغيب الأمن والاستقرار عن أوروبا كما عهدته من قبل، وذلك في منطقة واسعة تبدأ في إستونيا لتشمل بولندا حتى رومانيا وتركيا، خاصة وأن جيران أوكرانيا سينظرون إلى وجود روسيا كعدو يهدد الأمن ويتربص اللحظة للانقضاض، كما أن كل أوروبا ستواجه تحديات شديدة وعلى رأسها ألمانيا التي لا تملك جيشا قويا يمكنها من الدفاع عن نفسها أو عن جيرانها بعد التقدم الروسي غربا، ما سيضع المسؤولية الأكبر على فرنسا وبريطانيا اللتان ستقودان الجهود العسكرية بفضل قواتهما المسلحة القوية نسبيا، إلا أن كل هذا لن يؤدي لتراجع محتمل لدور حلف الناتو، حيث ستبقى الولايات المتحدة هي صاحبة الكلمة العليا في أوروبا وستعطي من قوتها للحلف الذي سيحاول تجاوز نكسته بأوكرانيا ليطمئن دول شرق أوروبا القلقة والمعرضة للخطر على طول حدود مترامية الأطراف وغير مستقرة مع روسيا، بما في ذلك بيلاروس والأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، ما سيعني ببساطة أن الولايات المتحدة بعد حرب أوكرانيا ستحضر في أوروبا أكثر من أي وقت مضى، وستتخذ من القارة العجوز محورا لها عبر حلف الناتو الذي سيبقى الأداة المنطقية التي تمكن للولايات المتحدة توفير ضمانات أمنية وأن تردع روسيا، رغم أن الأوروبيين يعلمون جيدا أن هذا الحلف لن يكون مظلة الأمن المطلقة
لتصبح حرب أوكرانيا النداء الأخير لتحسين القدرات الدفاعية الأوروبية ومساعدة أمريكا على إدارة المعضلة الروسية الصينية. مخالب التنين تظهر. بات إيمان العالم يتعاظم بأن الصين تتحول تدريجياً من تنين الاقتصاد إلى تنين محارب أكثر جرأة بعد المغامرة الروسية، ما يحقق أهداف الصين التي وضعتها منذ ردح من الزمن وعلى رأسها إبقاء الحزب الشيوعي الصيني سي سي بي في السلطة واحتلال تايوان وضمها إلى البر الصيني الرئيسي والسيطرة على شرق الصين وبحر الصين الجنوبي، مع إرجاع الصين إلى مكانة تجعلها قوة مهيمنة في آسيا وأقوى دولة في العالم. ورغم أن الصين انتهجت خلال نصف قرن تقريبا طرقا هادئة وسلمية نسبيا لتحقيق أهدافها من دون صدامات كبرى، لكن العالم لطالما عرف وآمن أن بكين تسير على نهج الزعيم الصيني ديانغ شياو بيانغ الذي قال: أخفي قوتك وانتظر الوقت المناسب. وقبيل الحرب الأوكرانية الروسية بدا ظاهرا للعيان مدى تطور القوة العسكرية الصينية، كما توسعت الصين بقوة على جبهات متعددة، ما حدا بمراكز بحثية القول إن الصين أحلت دبلوماسية الذئب المحارب محل دبلوماسية الصداقة في منطقة شرق آسيا البحرية، مع تصاعد الدعوات داخل قيادات الحزب الحاكم في الصين لغزو تايوان. وفي أسوأ السيناريوهات لأمريكا والغرب، قد تستفيد الصين من إصرار روسيا في أوكرانيا وتغزو تايوان فعلا، لتصبح واشنطن بين خيارين مجددا: إما مواجهة الصين بحرب عالمية أو اعتماد الصيغة الجديدة للحروب العالمية عبر الدعم والإسناد والتسليح لتايوان. وفور تحقيق بكين مكاسب في شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، فسوف يبشر ذلك بنهاية النظام العالمي الحالي، إذ إن الصين أدركت منذ الأزمة الأخيرة في كازاخستان تأثيرها في تعزيز روسيا لنفوذها في منطقة آسيا الوسطى، وهو ما يعني تزايد أهمية روسيا للصين، كما أن القناعة الصينية جراء الحرب الأوكرانية ستكون في تزايد بضرورة التحالف مع موسكو في مواجهة الغرب واستثمار اللحظة الراهنة في وضع أسس لنظام دولي جديد تكون لهما فيه مساهمة أكبر في إدارة المشهد الدولي. وسواء تحالفت الصين مع روسيا أم فضلت النهوض وحدها كقوة عظمى مع الاكتفاء بالتنسيق مع روسيا، فإن التحدي الغربي يشكل سببا كافيا لاحتمال تنامي نشوء تحالف بين القوتين ينتج عنه تحالف أوسع، وهو ما يعني بالضرورة أننا بتنا أمام نظام دولي جديد. إمبراطورية السلاح. لم تتوقف تقارير إعلامية عن اتهام أمريكا بعزمها بقاء الصراع في أوكرانيا لأمد طويل خدمة لمصلحتها الجيوسياسية الخاصة ومصنع الأسلحة الأمريكيين، إضافة إلى أن واشنطن تستخدم الفوضى لأجل التلاعب بأوروبا والناتو تحت غطاء التهديد الروسي، ما يعني أن أمريكا لن تخرج خاسرة بكل الأحوال من حرب أوكرانيا وروسيا، وأن النظام العالمي الجديد لن يقوم على أنقاض النظام المحتضر، لأن أمريكا ستظل قوة عظمى مع تغير وحيد بأنها لن تبقى القطب الأوحد جراء بروز عالم متعدد الأقطاب عسكريا واقتصاديا، إلا أن أمريكا ستواجه التحالف الروسي الصيني بإبقاء الناتو محاصرا لغرب روسيا تقريبا، مع ضم المزيد من الدول إلى الحلف الذي يقض مضجع بوتين، كما ستدفع أمريكا إلى زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي بالتزامن مع فرض المزيد من العسكرة والتسليح وبناء القواعد في دول أوروبا الشرقية، بهدف جعل الإمبراطورية الروسية المعادي تشكيلها أشد عزلة عن الاقتصاد العالمي، في وقت سيحاول كل الغرب بناء كتلة اقتصادية تنبض الصين وروسيا وتقودها مجموعة السبع وحلفاؤها الديمقراطيون الذين يسيطرون على أكثر من نصف ثروة العالم. وفيما يخص ملفات وصراعات العالم، فإن معرفة أمريكا
أنها ستفقد كثيرا من قوتها فيما يخص فرض إرادتها بكل الصراعات والملفات. من المرجح أن تحاول واشنطن الاحتفاظ بذات المؤسسات الدولية، بينما قد تسعى الصين وروسيا لإعادة تشكيل مؤسسات الأمم المتحدة بما يتناسب مع حقائق جديدة بأن موسكو تسيطر بشكل فعال على جزء كبير من أوروبا الشرقية، بينما تسيطر الصين على جزء كبير من شرق آسيا وغرب المحيط الهادي. النفط حصان عربي أصيل. في وقت كان كل الكوكب يتحدث عن الطاقة البديلة والمتجددة، جاءت حرب أوكرانيا وروسيا لتضع مصادر الطاقة الأحفورية على عرشها مجددا. فمن يملك النفط والغاز يملك أوراق النصر. ففي وقت كبلت روسيا أيادي أوروبا بمجرد التلويح بإغلاق صنبور الطاقة عنها، وجدت الدول العربية المنتجة للنفط والغاز نفسها في انتعاشة كبيرة مع تحسن صناعة النفط والخام بالتزامن مع ارتفاعات كبيرة في أسعارها، إذ صعد سعر برميل النفط إلى أعلى مستوياته في 14 عاما، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أكبر سعر في تاريخ القطاع، ما أبرز دور دول الخليج العربية كقوة إقليمية كبرى، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة حظر النفط الروسي من دخول البلاد واتخاذ بريطانيا القرار ذاته. في وقت يرجح تأخر عودة نفط الخام الإيراني إلى الأسواق جراء عدم التقدم بمفاوضات الملف النووي الإيراني واستمرار العقوبات على طهران، ما أمن ميزانيات مالية كبيرة لدول الخليج العربية تجعلها قادرة على إطلاق استثمارات كبرى وتعزيز قواتها العسكرية وتكريس نفسها قوى إقليمية. ورغم عدم وجود ترجيحات بقلب دول الخليج تحالفاتها، إلا أنها ستعيد تشكيل العلاقة مع الولايات المتحدة وتنفتح أكثر على القطبين الجديدين روسيا والصين، خاصة وأن السعودية والإمارات رفضتا قبلا طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك زيادة الإنتاج لسد الفجوة المحتملة في إمدادات الطاقة من روسيا. خارج عالم الدولار. تذهب معظم المراكز البحثية إلى أن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية بأعمالها العسكرية لن يكون إلا البداية الحقيقة لحرب اقتصادية وسياسية وإعلامية بين أمريكا وأوروبا من جهة وروسيا والصين من الجانب الآخر، ما سيدفع روسيا والصين لإيجاد عالم اقتصادي خارج عالم الدولار وسويفت، وهو عالم بدأ يتشكل فعلا أثناء الحرب في أوكرانيا للانتصار على سكين العقوبات الغربية، حيث بدأت روسيا والصين تقدمان حلولا اقتصادية لكسر الاحتكار الذي يمارسه الدولار على التجارة والتبادل العالمي عبر فرض التبادل التجاري وبيع الطاقة بالروبل الروسي واليوان الصيني. وبات من المؤكد أن العالم الاقتصادي الروسي الصيني الجديد سيجتذب دولا كثيرة ترزح تحت عقوبات اقتصادية أمريكية لكسر السيطرة الأمريكية في احتكار التعامل بالدولار والتحكم بسويفت العالمي، إذ بدأت الصين وروسيا بالفعل التعامل ببطاقات موازية للفيزا والماستر كارد، ما يؤسس لنظام عالمي اقتصادي موازن يقسم العالم إلى فسطتين ويجعله أمام نظامين اقتصاديين يحمي كل منهما قوى عسكرية موازية أيضا، ما يعني أن موازين القوى الجديدة في عالم ما بعد حرب أوكرانيا وروسيا سيتضمن نشوء سوق عالمية موازية تفرض أمريكا قطيعة تامة عليها، مع بقاء احتمال نشوء اقتصاد ثالث بينهما يشق طريقه إلى العالمية، وبالتالي دخول مرحلة عالم متعدد القطبية سياسيا وعسكريا واقتصاديا. وما أن تضع حرب روسيا وأوكرانيا أوزارها بأي مسارات أو نهايات كانت، فإن قيادة العالم إما أنها ستصبح ثلاثية بالفعل، أو ربما يكون عالما بلا أقطاب يشبه جزرا إقليمية منعزلة من التحالفات والخصومات، ولا يبقى على أمريكا وأوروبا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى إلا أن يقرروا أيا من العالمين يريدون أن يعيش به أهل الأرض.